إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح. ابحث تجد في القلب ألف علامة، فالقرب من رب العباد سعادة، وهدى الرسول سبيل كل نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. في جنان الدنيا نسرح وعلى أبوابها نقف، ولربها نسأل أن يدخلنا فيها وأن يرزقنا التلدد بنعيم محبته ونعيم الرجاء فيه ونعيم الخوف منه ونعيم شكره ونعيم ذكره. لكن نعلم أن هذا التجوال يرزقنا الله عز وجل فيه بثمرة حلوة كلنا نحتاجها، وألا وهي حياة القلوب. لكن هذه القلوب قد تقسو وقد تمرض، وقد ذكرنا في حلقة سابقة أسباب مرضها، لأن الإنسان قد يكون مبتلا وهو لا يشعر، وقد يكون محروما وهو لا وهو يظن أنه مكروم. هذا شيء عظيم، يعني أن تكون في عقوبة ولا تشعر أنك معاقب. لماذا؟ لأن الإنسان يكون في غفلة عما هو فيه، وفي غرور لما هو فيه، فتمر مواسم الخيرات لا ينتبه. مثلا في رمضان، نسأل الله عز وجل أن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية، الإنسان قد يتحسر ويحزن أنه لم يقم الليلة أو لم يصلي التراويح، يقول والله فاتتنا صلاة التراويح اليوم، نسأل الله أن يعوضنا. هذا كلام وهو من علامات مرض القلب، لأن الحزن على الطاعة مع عدم النهوض إليها هذا من علامات الاغترار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه فليقضيه في الصبح، يعني في الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نمت عن قيام الليل تقضيه في 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 صلاة الضحى. يعني هذا المتيقظ المتنبه. أما الغافل هذا لا يهمه، سواء أحسن يقول: الله رحيم، الله كريم، الله رحمن، يقبل من العبد العمل القليل. هذا غرور، هذا في حقيقته غرور. سمعت رابعة العدوية رجلا يقول: وحزنا وأسفا، يعني على ما فاته من الخير. قالت له: لو كنت محزونا ما تهيأ لك أن تتنفس. محزون قاعد تضحك، مش محزون؟ يعني يقول أحدهم: لا يغرنك بكاء الرجل، فإن إخوة يوسف قد جاءوا أباهم عشاء يبكون، وقد فعلوا ما فعلوا. ليس البكاء بتعصير العيون، وإنما البكاء أن تترك الشيء الذي تبكي عليه. فطلب الجنة بلا عمل هذا ذنب من الذنوب. الواحد يعني يتكل على رحمة الله عز وجل، وكلنا نتكل على رحمة الله عز وجل، لكن هذه الرحمة هي رزق من الله، وضع الله له أسبابا. فكل الناس يرجو رحمة الله، لكن ما كل الناس يتخذ بأسباب رحمة الله كما هو حال الرزق. يعني أقعد أنا هنا في هذا المكان الفسيح وأقول: يا ربي ارزقني، يا ربي ارزقني، يا ربي ارزقني. سيرزقك الله سبحانه وتعالى، لكن إذا اتخذت بالأسباب. يعني شقيق البلخي لما أراد يعني أن يتوب وقال سأنصرف عن الدنيا، فانطلق يقصد مكة ويقصد يعني الخلوة بنفسه وإعادة ترتيب أموره، وهذا أمر سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقة أخرى. فانطلق، وهو في طريقه رأى طائرا جريحا فأراد أن يسعفه، فنزل إليه طائر فأعطاه ثمارا. قال: سبحان الله، هذا طائر في الفلات، ويأتي ويسوق الله له طائرا صحيحا فيطعمه، على ماذا أخرج أطلب الرزق؟ أرجع إلى بلدتي وأجلس. فلما رآه شيخه إبراهيم بن أدهم
قد رجع؟ قال له ما الذي أرجع؟ قال لماذا أخرج أنا في طلب الرزق؟ ولماذا إذا كتب الله علي شيئا سيأتيني، كما يقول مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، حك الجبين عشان تشوف العين، وإلا ما راح ما راح يجيك إلا الشيء الذي كتبه الله لك حقيقة. لكن الله عز وجل كتب علينا هذه الأقدار وكتب علينا هذه الأعمال لننظر كيف نعمل. فقال له إبراهيم بن أدهم لما حكى له القصة شقيق البلخي، قال له رضيت بأن تكون الطائر السقيم ولم ترضى بأن تكون ولم تطمح بأن تكون الطائر الصحيح. هنا القضية، الرجل الإنسان يجب أن ينتبه على 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 نفسه من الغرور، لأن الدنيا كلها متاع الغرور. وقال مجاهد الغرور أو الغرور هو الشيطان، هذا يخوفك ويزعجك ويوسوس لك، وما يزيدهم الشيطان إلا غرورا. يعني مالك بن دينار هذا من أئمة السلف الأخيار، يقوم الليل بين يدي العلي الغفار يقبض على لحيته ويقول لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار. مالك بن دينار هذا الرجل رجل عجيب وسيرته عطرة، أتته عطية من السلطان فقبلها، فانطلق إليه أخوه. هنا نقول من أسباب حياة القلوب الصحبة الصالحة التي تذكرك بالله لا صحبة المصالح. فانطلق إليه أخوه محمد بن واسع إمام زاهد عابد كان تهابه السلاطين، فقال له بلغني أنك أخذت من السلطان عطيته، أتريد أن يدق بها عنقك؟ فقال له اسألهم ماذا فعلت بعطيتي؟ لقد اشتريت بها عبيدا وأعتقتهم لوجه الله. فقال له محمد بن واسع يا مالك سألتك بالله أقلبك الآن على حالتي مثل ما كان قبل أن تأخذ العطاء؟ قال لا مالك، ما مالك، مالك ما مالك، مالك حمار، إنما العبد هو محمد بن واسع. انظر كيف يراقبون حياة القلوب وكيف يصنعون جواسيس لقلوبهم يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى. نعم يذكرونهم بالله عز وجل. مالك بن دينار استفاد من هذا الموقف استفادة عظيمة وتعلم، وصار من أئمة الزهاد والعباد الذين يستغنون عما في أيدي الناس ولا تحرك فيهم الدنيا شعرة تذهب بقلوبهم إلى أودية الغفلة. فمرة مر على رجل في عربة يبيع التين، فتاقت نفسه إلى التين، فقال لصاحبه أعطني سلة من التين واجعله دينا علي. قال لا، الرجل لا يعرف من هو مالك بن دينار، لا يعرفه. فركز مالك بن دينار على التين وتعلقت نفسه به، فقال له خذ نعلي رهنا عندك وأعطني سلة من التين إلى أن آتيك بقيمته. قال له لا. فانصرف مالك بن دينار، أتى الناس إلى صاحب التين فقالوا له أتعلم من الرجل؟ قال لا. قال إنه مالك بن دينار. قال مالك بن دينار أعوذ بالله. فنادى عبد الله وقال خذ العربة كلها إلى مالك بن دينار، فإن قبلها منك فأنت حر لوجه الله. شوف دا عصيته أنه لا يقبل العطاء من الناس، لأن العطاء من الناس كما سيأتي معنا حرمان، ولا والعطاء من الحق سبحانه وتعالى إحسان، الحق هو الله عز وجل. فانطلق العبد طامعا وطامحا في أن يقبلها منه مالك بن دينار. فلما دخل عليه قال إن سيدي يعطيك هذه العربة لوجه الله عز وجل. فقال له قل له إن مالك بن دينار قد حرم على نفسه أكل التين إلى يوم الدين، وإن مالك بن دينار لا يأكل التين بالدين. فبكى ذلك العبد وقال له إن فيها عتقي. فماذا قال له؟ إن كان فيها عتقك إن فيها رقي، إن فيها رقي. ينتبه إلى حياة قلبه. فالحزن على الطاعة مع عدم النهوض إليها
من علامة الاغترار. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السعادة في الفؤاد كنوزها، ليست بغيث سحائب ورياح، ابحث تجد في القلب ألف علامة، فالقرب من رب العباد سعادة، وهدى الرسول سبيل كل نجاح.